معي مراسلنا من داخل مجلس النواب علي أسد. علي مرحبا بك. علي ما الجديد لديك حول جلسة اليوم وقانون الأحوال؟ نعم كالعادة علي، يعني موعد الجلسة يعني دائما ما يكون مضطرب، من المفترض أن تنطلق جلسة البرلمان لهذا اليوم عند الساعة 1 ظهرا، لكن نتحدث عن الساعة 2 وحتى هذه اللحظة لا يوجد بوادر لعقد الجلسة، لم يقرأ الجرس أو حتى لم يتم الإعلان عن تأجيل الجلسة كالعادة مثلا لمدة نصف ساعة أو ساعة. هنالك بعض الاجتماعات على مستوى الكتل السياسية لأمور خارجة عن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، لكن يعني هنالك جدل واضح في داخل البرلمان وأيضا في الخارج حول القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية، على اعتبار ان هذا القانون يعني هنالك احاديث على عدم وصول المدونه الشرعيه حتى هذه اللحظه. بعض النواب وصفوا القانون بالمبهم وحتى هذه اللحظه لم يطلعوا على تفاصيله، بالتالي كيف يمكن اليوم احداث القراءه الثانيه بالنسبه لمشروع قانون لم يطلع عليه الساده النواب، وكيف يمكن التصويت على قانون تصل المدونه الشرعيه بعد 6 اشهر؟ بالتالي هذه النقطه يعني الخلافيه كانت واضحه جدا هنا في داخل المجلس. البرلمان عقد مجموعه واسعه من الاجتماعات سواء مع الكتل السياسيه المؤيده لقانون الأحوال الشخصية وأيضا مع المعارضين لهذا القانون بانتظار يعني بعض التعديلات التي سوف تجرى لربما، ومنها الزواج القاصرات، لربما سيتم تحديد العمر بشكل ملحوظ. لكن يعني اليوم القراءة الثانية ستشهد بالتأكيد جدل واضح على اعتبار أن بعض الكتل السياسية قد أعلنت معارضتها لهذا المشروع منذ القراءة الأولى، ويعني ننتظر ماذا سوف تجري سيجري في هذه الجلسة. أيضا هنالك مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، هو أيضا يعني مشروع منتظر ومطالب بشكل كبير على المستوى الشعبي. شاهدنا قبل أيام كان اليوم العالمي للإخفاء القسري، أكثر من 1 مليون ربما مواطن عراقي خلال المدة الماضية اختفى قسريا، بالتالي لابد من تشريع هذا القانون في هذا التوقيت. اليوم ستتم القراءة الأولى من قبل لجنة حقوق الإنسان المعنية بهذا القانون وأيضا السجناء السياسيين، وبعد ذلك يتم التحويل نحو القراءة الثانية وأيضا نحو التصويت. إذن بشكل عام جلسة البرلمان لهذا اليوم هي جلسة متخمة بمشاريع القوانين 6 فقرات، ولكن يعني المميز أنه حتى هذه اللحظة لم تنطلق الجلسة، لربما سيستغرق البرلمان وقت حتى يتم التصويت على مشاريع القوانين أو إجراء القراءة الثانية أو إجراء القراءة الأولى لبعض المشاريع. وكما تحدثنا أبرز مشروع سوف يطرح خلال هذا اليوم هو المشروع الجدلي الذي نتحدث عنه، وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية. علي أسد مراسلنا داخل مجلس النواب، شكرا لك.